أسعد الله أوقاتكم وتقبل الله صيامكم وقيامكم وصالحات أعمالكم. في اللغة العربية المبني للمجهول يستخدم إما خوفا من الفاعل أو خوفا عليه. بس إيش اللي دخل هذا الموضوع كله في موضوع اليوم؟ قبل كم يوم فيصل القاسم نزل تغريدة. تغريدة مش مهمة بقدر أهمية الصورة المرافقة للتغريدة، لأنها تمس خط أحمر بالنسبة لنا إحنا كعمانيين، وأسطورة وقدوة المغفور له بإذن الله السلطان قابوس بن سعيد طيب الله أثره. فمن الطبيعي تكون ردود الأفعال متفاوتة. الشاهد في هذا الموضوع هو المتصدرين لمشهد الرد على المسيئين على الرمز الخالد. البعض جزاه الله خير بطريقة علمية وبدون تشنج ورد، البعض الآخر دفن راسه مثل النعامة، ولما جاي يبرر راح شرق وغرب. عمان دولة مؤسسات، ومن المهم في أي مؤسسة حول العالم إنها عندما تتعامل مع الأزمة تتعامل بعقلية الإدارة الإعلامية للأزمة. وخلينا نطبق هذه النظرية أو هذه الفلسفة على طريقة الرد على فيصل القاسم. معظم اللي ردوا عليه وهيجوا الشارع ردوا بطريقة غير علمية، بطريقة المنتديات، معرفات وهمية وتحوير. نفس عقلية المنتديات قبل كم سنة، نفس العقلية. وهذا يدفعنا للسؤال، معقولة دولة طولها عرضها تعتمد على هذه العقليات لحد الحين؟ هذا سؤال للي يقولنا هذا لا مدعومين من الدولة، واحنا نتكلم عن دولة مؤسسات، دولة نهض بها المغفور له جلالة السلطان قابوس بن سعيد طيب الله أثره. معقولة من كل ذيك المؤسسات كلها، كل ذي القوانين وكل ذي التشريعات بعدها تعتمد على هذه النظرية وهذه الفلسفة؟ ما أعتقد. هي محاولات فردية، أو بمعنى أدق شطحات فردية لا ترقى إلى الاجتهادات، لأن الاجتهاد له شروط. الدولة لما تريد ترد عندها طرق وقنوات قانونية ودبلوماسية وما إلى ذلك، ما محتاجة لواحد بمعرف مجهول تحت اسم قاعد اتفق وليسو متكلوت سنور صاحب مشكات وفار يدور جبن. هذه دولة. فأتمنى أن احنا نتوقف عن تحجيم دور الدولة وطريقة عملها. تتعامل مع الإعلام بطريقة المنتديات، سلامتك، أنت بدل ما تكحلها تعميها. قبل لا أختم في كلمتين في خاطري أريد أقولهم، وخلي اللي يزعل يزعل، فيصل القاسم وغيره ما حد رفع راسه غير احنا. احنا نصفق لهم ونطبل لهم ونستضيفهم وندفع لهم الشي والشويات في جامعاتنا وفي مؤتمراتنا وفي تلفزيوناتنا وإذاعاتنا، ما حد كبر راسهم. وبعدين نجي نقول والله هذا لئيم وهذا، ترى إن أكرمت الكريم ملكته، وإن أكرمت اللئيم تمرد. معقولة أنك ما تعرف تميز بين الكريم واللئيم؟ لين وقت قريب في ناس جانت تطبل لفيصل القاسم ترى عندنا، وتطبل وتنشر أفكار لأشخاص غادروا البلد وقاموا بالسب وقذف المقام السامي للمغفور له، ولحد الحين اتروج لأفكارهم. ولما يطيح الفاس في الرأس والله ما احنا، وأخطاء فردية. ليه متى ذي الأخطاء الفردية؟ أخطاء فردية تذكروني بالفلسفة الحكام، أخطاء الحكام جزء من اللعبة.
يا جماعة بسنا تعبنا. هذه المثالية الزائدة واللي نستخدمها بس لما تكون تتوافق مع مصالحنا. من تم التجني والغلط عليه رمز لهذا البلد، ومن التأدب إنه لما ندافع عنه بطريقة تليق بمقامه. طيب الله أوقاتكم، تقبل صيامكم وقيامكم وصالحات أعمالكم.